لك يلا يا لطفيه، هدى شو صار معكم؟ بدي الحق اوصلكم على البيت وروح افتح الدكان. يلا يلا انا عمي بس عم بغير لها الصغيره. لا اله الا الله، الله يجيبك يا طولة البال. الواحد بحياته ما يستنى الحريم اذا بده يروح معه لشي مطرح. لك طول بالك، لك امي طول بالك، ليش بتضل مستعجل؟ لك امو بدي روح السرزه وافتح الدكان. عصام عود بدي اقول لك شغله. خير يا امو؟ يا امو بدك تدير بالك على هدى اليومين، لا تخليها تشتغل كتير ولا تحمل شي تقيلها. ليش يا مو؟ الله العليم انها حبلة، هيك عم تقول ام زكي. يعني بدي يصير ابو شوكت عن حقه حقيقي؟ حبلة؟ يا رب الله يسمع منك يا مو، الله يسمع مني. انا جاهزة. على مهلك على مهلك على مهلك، ليش هيك نازي على الدرج؟ على مين مهلك؟ هاتي عني. ما انا مستعجلين، ليش هيك نازي على الدرج؟ ان شاء الله عمره الشغل، ان شاء الله عمره يطير الشغل. تعالي تعالي يا شربك كاسة شاي، تعالي لك تعالي لك تسلم لي عينك مع أحلامي. عادي عادي نصب لك كاسة شاي، عادي لك عادي لك عادي.